ونجاحات العراق المتحققة على المستوى الداخلي والخارجي بدأت تنضج ثمارها، لا سيما هنا مع قرار عقد القمة العربية عام 2025 في بغداد. دبلوماسية الحكومة وتعاطيها مع الأحداث بالمنطقة والعالم عادت للعراق مكانته الريادية. تفصيلات أكثر في سياق التقرير الآتي. ومشاهدينا الكرام، معنا الآن مستشار رئيس الوزراء السيد حسين علاوي. سيد، أهلا وسهلا بك. بداية، ما هي الرسالة التي تسعى الحكومة من خلالها بتقديم القمة العربية هذه المرة في العراق؟ تفضل. يعني مساء الخير عليكم، مساء الخير على المشاهدين الكرام. يعني أكيد هذا إنجاز كبير لحكومة الأستاذ محمد شياع السوداني. نعم. في قبول إدارة القمة العربية 34 المقبلة في العاصمة بغداد، وهذا بالتالي ما تحقق للحكومة العراقية عندما قال السيد رئيس وزراء السيد محمد شياع السوداني في قمة الرياض أننا نسعى إلى أن نستضيف هذه القمة حقيقة، القمة العربية. وبعد لاحظنا الآن قمة المنامة، هنالك رغبة كانت من سوريا في منح العراق بهذا المسار، والعراق قدم شكره حقيقة للجمهورية العربية السورية، وهذا بالتالي نجاح للدبلوماسية العراقية ونجاح كذلك لمسار الدولة العراقية والعاصمة بغداد بأن تعود بتأثيرها العربي، بتأثيرها كذلك الدولي، وبتأثيرها الدبلوماسي على الدبلوماسية العربية ضمن عمل الجامعة العربية وضمن القضايا المركزية للأمة العربية حقيقة والوطن العربي. وهذا ما لاحظناه سواء في مسار القضية الفلسطينية، وكان موقف قوي وكبير جدا للحكومة العراقية برئاسة الأستاذ محمد شياع السوداني في حضوره للقمم والمؤتمرات الخاصة بالقضية الفلسطينية وأزمة غزة، وكذلك بالمقابل مواقف العراق المشرفة والكبيرة في البعد السياسي والبعد الإنساني والبعد كذلك التشارك مع الدول العربية والجامعة العربية ومع دول الخليج والدول الإسلامية. وهذا دلالة على عودة الدبلوماسية العراقية بقوتها واقتدارها، وهي تعبر بالأخير عن المجتمع العراقي، المجتمع القوي الذي استعاد عافيته بصورة كبيرة. الآن ننتقل إلى السياسة لكي تستعيد كذلك قدرة الحكومة العراقية والدولة العراقية عافيتها في استضافة قمة عربية بعد عام 2012 عندما عقدت هنا في العراق، وكان هنالك تحديات ومخاضات في مرحلة الربيع العربي. أنا أتوقع أنه المنطقة كذلك الآن تحتاج إلى لغة الحوار، وهذا دوما يعني في العرف السياسي للدول وإدارتها، يعني حقيقة السياسة الخارجية في مرحلة ما بعد النزاع والصراع في أي أزمة تمر على المنطقة ودولة وكذلك مجموعة دول، يبدأ الأمن الجماعي العربي بالعودة للبحث عن خيارات، وستكون طبعا قمة بغداد للبحث بخيارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية لمستقبل الأمة العربية ومستقبل دكتور. شعوب المنطقة العربية. واضح دكتور. بالنسبة لإنعقاد القمة العربية المقبلة في بغداد، كيف سيعزز هذا من دور العراق المحوري في المنطقة؟ يعني أكيد هذا دلالة على استعادة قدرة العراق بعملية الاندماج التام مع الدول العربية، رغم كل المحاولات التي كانت تقف حقيقة أمام الدور العراقي وأمام تحدي الأمن والإرهاب الذي واجه حقيقة الدور العراقي، وهذا إنجاز كبير جدا. والآن لغة العراق كذلك الخارجية هي لغة التنمية، لغة الحوار، لغة كذلك المشاريع والمشاريع الكبرى في مقدمة طريق التنمية والربط الكهربائي وكذلك أمن الطاقة، وهذه بالتالي متغيرات ثلاثة، ستكون هناك كذلك متغيرات عديدة في مجال التجارة الدولية والتجارة العربية، ونقاشات ستخوضها طبعا وزارة الخارجية والوزارات العراقية مع مناظريهم من الدول العربية في العاصمة بغداد خلال عام 2025، وريادة حقيقة العراق على إدارة القمة العربية وإدارة كذلك العمل مع الجامعة العربية ومؤسساتها. هذا سيكون إنجاز كبير للدبلوماسية العراقية ودلالة على فحص قدرات كذلك الجهاز الحكومي الذي نشد الإصلاح ووصل إلى مراحل جيدة وفعالة. طيب. وطبعا سيكون طبعا لشبكة الإعلام العراقي ومنظومة الإعلام العربي فعالية كبيرة في نقل ثنايا هذا المسار حقيقة خلال عام 2025. طيب دكتور، السؤال الأبرز، يعني كيف، ما هي الآليات التي سيتبعها العراق لترسيخ مواقفه تجاه القضايا العربية هنا حتى تكون ضمن مخرجات القمة العربية؟ هذا أستاذ غسان سؤال أساسي ومهم. نعم. ومهم الإجابة عليه. سيكون هناك شراكة، وهذا ما يحدث حقيقة تحمل تقاسم المسؤولية. المشكلة في العالم الآن حقيقة، وهذا ما يشير إليه السيد رئيس وزراء، أنه المنظومة الدولية عندما لا تتحمل المسؤولية سيكون هنالك للمخاطر والتهديدات فرصة حقيقة في الوجود، وهذا بالتالي ما يجعل حقيقة الأزمات في المنطقة العربية في مقدمتها أزمة غزة وأزمة المياه وأزمة الاقتصاد وأزمة البطالة وغيرها من الأزمات التي نجدها في دول العالم تتشارك بها في المنطقة العربية تحتاج إلى حوار أكبر، تحتاج كذلك إلى حلول حقيقية وفعالة، وتحتاج كذلك إلى شراكة في القرار العربي. وهذا بالتالي يدل على أن العمل سيكون فعال جدا في هذا المجال سواء في مواجهة
مواجهة مكافحة الإرهاب وكذلك الإرهاب والجماعات الإرهابية وخطاب التطرف، مواجهة المخدرات، مواجهة التهديدات الجديدة التي تظهر في البيئة العربية، كذلك وضع سياسات جديدة لمواجهة تحديات الأمن السبراني، ومواجهة كذلك الذكاء الاصطناعي الذي بدأت الدول الأوروبية تذهب باتجاه إصدار قرارات خاصة بهذا المجال وقوانين خاصة بتنظيم عملية تأثير هذه التكنولوجيا على الإنسان والمواطن في أوروبا. الآن كذلك قد نمضي حقيقة خلال الأجندة المقبلة للتعامل مع تحديات التي تهدد الأمن الإنساني وتهدد كذلك الأمن البشري، وهذا بالتالي مسار أساسي للأجندة التي ستكون للقمة العربية في عام 2025. طيب، وهنا إذا أردنا الحديث عن السياسة الخارجية للعراق، كيف لعبت دور في لفت الأنظار العربية في المنطقة لأهمية مواقف العراق حتى وصوله إلى دور الوساطة لحل الكثير من الأزمات؟ يعني أكيد عندما تقوم وزارة الخارجية بلعب دور أساسي في تنفيذ المنهاج الحكومي ومتبنيات السياسة الخارجية وفقا للمنهاج الحكومي ستنجح نجاحا كبيرا، وهذا ما حصل حقيقة. تحددت الأهداف في المنهاج الحكومي الذي عهد السيد رئيس وزراء العراقي في البرلمان في أول يوم عندما تم التصويت على الحكومة العراقية، ووضع حزمة من الأهداف وزارة الخارجية حولتها إلى سياق عمل من خلال مقر الوزارة وسفاراتنا في الخارج. فعالياتنا الخارجية على صعيد العربي والإسلامي والدولي كذلك كانت تتناسق باتجاه تحقيق هذه الأهداف، عمليات كذلك بالمقابل إدارة الأهداف لدى السيد رئيس وزراء في زياراته الخارجية قد حققت نجاح كبير جدا، كانت تهدف إلى نقل مشاكل العراق، تحديات العراق والفرص التي توفرها الدولة العراقية للدولة الشريكة في مجال إحداث هذه العلاقة، وهذا ما حصل مع الولايات المتحدة الأمريكية، مع تركيا، مع المملكة العربية السعودية، مع إيران، مع سوريا، مع الأردن، مع كل مع مصر، مع الجامعة العربية، ومع كل الدول الصديقة حقيقة للعراق. حققنا أهداف كبيرة من خلال عمل وزارة الخارجية، وهذا دلالة على أن هنالك الآن تركيز عالي جدا كذلك لوزارة الخارجية بتبني والعمل على خطاب التنمية والاستثمار، وهذا هو جل اهتمام الآن سفاراتنا وفعالياتنا الدبلوماسية، إضافة طبعا إلى رعاية الجالية العراقية وإلى القيام بالعمليات القنصلية الخاصة بإصدار الوثائق وغيرها حقيقة. وهذا بالتالي دلالة عندما يتحدث الآن مدير الإقامة هنا في قناة العراقية قبل أيام عن وصول 8 مليون مواطن زار العراق، هذا أتوقع خارجي، أتوقع أنه نجاح كذلك لوزارة الخارجية ووزارة الداخلية والأجهزة الأمنية، وهذا جزء من حقيقة الرسالة التي ضحى من أجلها شهدائنا وجرحانا حقيقة في الحرب على الإرهاب وإرساء هذا الاستقرار والتنمية في البلاد. ننتظر إذن انعقاد القمة العربية، سيكون أكيد كالعراقية متابعين لهذا الأمر بشكل كبير. مستشار رئيس الوزراء دكتور حسين علاوي، شكرا سيدي لانضمامك. شكرا جزيلا.